لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفالي يصلكم كل جديد. راه بزاف صراحة. احسن طريقة باش تنتقم من شي بنت حطماتك هي هي تكلها في الزنقة وتبدا لها بالتصرفية حتى تحس بالبخار خارج من وجهها. جربتها كنت غنمشي على سلامتك على سلامتك اخويا على سلامتك. باش تعرض لبنات الناس وتبدا عليهم بلا صوت تصرفي راه لا يتقبلوا عقل. واش انت تبغيها لاختك؟ ما يمكنش اخي ما يمكنش. غتجربها مره اخرى غتمشي للحبس. الاخوان راه كاع اللي كيمد يدو على شي بنت وبغي يضربها راه ماشي رجله ماشي رجله حيت عارف هو ان البنت ما غاداش ترد عليه. يعني يلا البنت دافع على راسها وتدرق وجهها. ما باش واحد يكبر ويبدا يصرفق ويضرب بنت لا. وتحيه خاصه لخويا ماطا لون وولف. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.